دعنا نختم هذه الجولة من السودان ومنها نقرأ الحلو يبلغ الإمارات بتعثر التفاوض مع الحكومة. قدم رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو للحكومة الإماراتية شرحا حول أسباب تعثر المحادثات مع الحكومة السودانية في جوبا، ووصل الحلو إلى أبوظبي قبل أيام لتلبية لدعوة من الحكومة هناك للتشاور حول دفع العملية السلمية في السودان. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية الجاك محمود الجاك في بيان حسب سودان تريبيون إن رئيس الحركة الشعبية أطلع ممثلي الحكومة الإماراتية على سير محادثات السلام بجوبا شارحا أسباب تعثر المحادثات، وأوضح أن المواقف التفاوضية للحركة الشعبية، وأشار إلى أن الحكومة الإماراتية أبدت تفهمها لمواقف الحركة الشعبية وأكدت دعمها لمنبر جوبا ووقوفها مع جهود تحقيق السلام الشامل والعادل لحفظ حقوق وكرامة جميع السودانيين. هل مفاجأة لك أن تدخل أبوظبي في الخط بهذه الصورة أم هو أمر مرتب بين الحركة وأبوظبي تحديدا؟ طيب أنا أعتقد أنه الإمارات يعني موجودة على مستوى المشهد السياسي السوداني ولعبت دور كبير في دعم عملية الانتقال خاصة من خلال الدعم الاقتصادي. لذلك تدرك الإمارات جيدا أن عملية الدعم الاقتصادي على المدى الطويل وبشكل مستدام يتطلب دعم عملية السلام، لذلك هي جزء من دعم عملية السلام من خلال منبر جوبا، وتزعى أيضا للتشاور ومعرفة مواقف الأطراف العملية السياسية التي تجري في جوبا. ليس مستغربا، يعني كانت هناك اتصالات للإمارات مع مختلف أطراف الفاعلين في المشهد السياسي سواء في الحرية والتغيير أو الحركات الكفاح المسلح وغيرها، لذلك الموقف ليس مفاجئا. طيب أنت تستمع الإمارات إلى الحلو وأن تستفسر منه وأن يقدم الرجل كل الأطروحات ويبين أسباب تعثر هذه المفاوضات، هل يعني بأن الإمارات سيكون لها رد، سيكون لها موقف بعد هذه الزيارة للحلو؟ طيب يجب أن نشير أولا لأنه عبد العزيز الحلو هو أهم الفصائل العسكرية على مستوى السياسية على مستوى العملية السلمية التي تجري في جوبا، هو أكبر فصيل عسكري يسيطر على منطقة جغرافية يخطون على الأقل 1,000,000 نسمة، لذلك هو أكثر تأثيرا. أضف إلى ذلك أن الطرح الذي ظل يشير إليه عبد العزيز الحلو بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه هو طرح موضوعي، ابتعد عن مسألة الابتزاز أو الإسفاف السياسي، دائما طرحه كان موضوعي ويطرح قضايا موضوعية، لذلك يجد موقفه دائما الاحترام على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. التأثير بتاعه على مستوى العملية السلمية في السودان تأثيره كبير وحتى على مستوى العملية السياسية، لذلك هو مهم والإمارات تزعى للاستماع إليه والتعرف على مواقفه دعما للعملية السلمية التي تجري في السودان. طيب بعض قيادات الجبهة الثورية تحديدا السيد نمر يشير إلى أن هنالك تقدم في هذه المفاوضات، الآن الحلو يخبر الإماراتيين بأن هنالك تعثر، بين الموقفين أين تمضي جوبا الآن؟ طيب هو لابد أن نشار إلى أنه مفاوضات جوبا لجأت لطريقة المسارات، تقسيم المواقف وفقا لمجموعات ومسارات محددة، ده ممكن يساعد عملية التفاوض وممكن يعقدها في ذات الوقت. أعتقد أنه حاليا المسارات الأساسية التي هناك فيها بعض الصعوبات مسار دارفور تم تعليقه بعد أحداث الجنينة، والمسار بتاع عبد العزيز الحلو المنطقتين. أعتقد أن المسار الذي نتحدث عنه أنه معقد يمكن أن يمضي بشكل أسرع من المسار الآخر بتاع دارفور، لاختبارات تتعلق بأن عبد العزيز الحلو لديه رؤية واحدة في مقابل أنه الحركات الجبهة الثورية يمكن أن تتباين مواقفها وتقديراتها وفقا لحسابات الداخلية والإقليمية. أيضا عبد العزيز الحلو لديه تيم مفاوض متمرس، لديه مواقف أقوى، لذلك يمكن حتى هذه المسار المتعسر يمكن أن يصل لحلول وتفاهمات قبل المسار. طيب نختم بسؤال الآن الشارعي يتساءل، ما هي المصلحة الحقيقية لجهد الإمارات في عملية السلام؟ هل تريد أن تقدم، هل تريد أن تضع قدم جديدة في السودان بعد الثورة؟ ما هي مصلحة الإمارات من كل هذا الحراك؟ طيب من ناحية استراتيجية، من ناحية سياسية، من مصلحة الإمارات أن اللي هي الإمارات لديها صراع سياسي مع جماعة الأخوان المسلمين وترى أنها عدو استراتيجي بالنسبة لها ولتخوض حرب
واسعة تجاههم. الأمر الثاني، الإمارات تسعى لتعزيز مصالحها الاقتصادية في السودان، خاصة الإمارات باتت تتجه في الآونة الأخيرة لاستراتيجية تتجاوز مزالة الاعتماد على النفط لتجارة الخدمات والموانئ، لذلك الإمارات تسعى لإيجاد موطئ غدم وتعزيز مصالحها في السودان. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي والمحلل السياسي على كل هذه الإفادات والرأي التحليلي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك ولكل سادة المشاهدين.